بسم الله الرحمن الرحيم. كمال الدين عبد المحمود موسى، أعمل في مجال المحاسبة. أتحدث عن الشخصية السودانية في السعودية وفي الخليج عموما، حوظيت بسمعة طيبة وسيرة جيدة، نتاج للناس اللي جو قدامنا، الأجيال اللي جات قدامنا وسبقتنا في مجال الاغتراب على الخليج عموما، يعني نجوا من بيئات يعني نقدر نقول على ذات صفات حميدة، عكسوا مجتمعاتهم في السودان وتعاملهم في السودان على المجتمع في منطقة الخليج، إلى درجة إنه أصبحوا يعني من الشخصيات المحبوبة وسيرتها حميدة وطيبة، لدرجة إنه يعني في كثير من الأحيان تطلب وظائف بالجنسية، يعني يقولوا عايزين موظف فلاني لكن تكون جنسيته سوداني. فيعني الجيل السابق ساهم في إنه وضع لنا أرضية جيدة عن للعمل في 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 المملكة أو في الخليج في كل المجالات، إن كانت وظائف عمالية أو وظائف إدارية وكذا. والفترة اللي قضوها السودانيين في الخليج يعني أدتهم خبرات كبيرة، أفادوا منطقة الخليج وأفادوا السودان بأعمالهم اللي بيقدموها من خلال جمعياتهم الخيرية أو جروباتهم الآن في حسب التطور في العمل بتاع الميديا، يعني جروباتهم الآن بترفد السودان بكمية كبيرة من الخدمات في مجال الصحة والتعليم أو الخدمات العامة إذا كانت يعني تنمية في مناطقهم، إذا كانت قرى أو مدن، في مجال الكهرباء أو المياه أو الخدمات عموما يعني. فتصرفاتهم بهذه الطريقة أو بدفعهم لأوطانهم الصغيرة بهذه الخدمات يعني عكست صورة جيدة في نفوس الناس اللي بيتعاملوا معهم من المواطنين في منطقة الخليج، وهم الآن يعني نقدر تقول يمثلوا شريحة لا بأس بها في المغتربين في على مستوى المنطقة.